من برشيد غادي الخريبكة قربت هنايا تيبان ليا العجاج طالع. فاش وصلت لقيت الطوموبيله مكفي عليها رموك، هبط الشايفور مضروب من يدو من هنايا حتى لهنا. قلت له توقف تدير هنايا سير بحالك ويمشي اتجه من هذا اليوم مشى. وهذاك السيد الدري صغير هو اللي شاط ديال رموك، هو اللي تيقول لي واحد السيد بان السيد باغي يدور السيد، لا انا قبل ما يجيو الجندار بان السيد تيقولوا جاي من هنايا باغي يدور السيد مضاوب الكاميو كاميو اخر هو يخشي تما يا مرموك هو اللي مضاوب. خرج لهذا جر مول الطوموبيل. سمعتي انا قال لك بان مول رموك تقطع له الفران، ملي تقطع له الفران كانت جايه الطوموبيل كانت جايه للستاسيون واش بغا يدير جايه للستاسيون. هذا ملي هرب هو مشارجي غلب على ذاك التراب اللي كاين وتقلب على السيد. وملي جينا هنا ولينا كلشي كنديروه مانيال خدامين بيدينا لان كاين ضعف الامكانيات والتزيز. حتى صحاب ديال الوقايه باغيين يديروا وما كاينش ديباناج، ما كاينش شي حاجه اللي غتهز. جا واحد الرموك من ديال كازا كان هز شي حاجه عاوننا حتى هو باش نجبدوا هاد الكاميون ردوه نقعدوا باش نعزقوا دوك الناس اللي باقيين عايشين. ساعه ما استطعنا في الاخر حتى التالي عاد جات عليها شي ساعتين ونص. اللي جاو هاد لي تراكس ديك البوكلان جاو جوج هزوا وجبدوا الناس. الحمد لله حنا ملي سمعناهم احياء واخا الى شتيهم واحد الصوره هي محلين بزاف، ولكن الحمد لله مادام انهم عايشين الحمد لله. وهاد الاضرار الجسميه ديالهم يعني كاينه اضرار اخويا لان الحاله ديال الا شتي الصوره ديال السياره غتلقاها كلها مضغوطه فهمتي. والروايه هذه انا ربما كتكون انها صحيحه لان الا شتي في الجهه الاخرى كاين واحد الصور. هاد السائق ملي غيشوف الصور وهو مقطع له الفرن ما غيمشيش للصور لانه غيبغي يعيش، غيمشي للبلاصه اللي هي عير تيره هنا كيف كنقولوا خلاو داكشي باش انا يبقى عايش. على الطريق غادي ضال علينا احمد. الوقت اللي وصلت لهنا كتبان لي بنادم بزاف، كنوصل كنلقى طوموبيله مقلوب عليها كاميو كبير ديال الحجر رموك. واد الدري مسكين هذاك داك كيفاش عاش الله سبحان الله سبحان الله. شي ساعة تقريبا شي ساعة حيت بنادم يلا تليفونات وداك الشيء دارو الفيلا جا بعيد شوية، برشيد بعيدة وبن أحمد بعيدة. هذا هو الوقت التوقيت اللي جاو فيه ايوا سبحان الله ربي كبير كيفاش عاشوا هاد الناس. شايفور ما شفتوش جيت معطل شويه سافو هاد الولد شايفور ما عرفتش انا غير طالع من جمعه رياح بن احمد. كتبان ليا كسيدا واقعه وداك الشيء وقفت هاد الشيء اللي تبعني هو اللي وضحت لك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.